هو حضرتك اللي طلبتني؟ هو انت اللي طلبته؟ بس حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله زي الفل، ما فيكش حاجة. بس انا ماليش دعوة، انا جيت انا هاخد تمن الكشف. ايوه بقى، في ايه؟ في ايه انت ايه الدخلة دي؟ ما انا حاسبك، انا ما قلتلكش حاجة بالراحة، ساخد سخني قوي عليا. بس انت مش فاهم الحكاية، اصل انا عريس. عريس؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بس انت لسه صغير على الحاجات دي يعني، ده انت في اول يوم، امال بعد 5 سنين هتعمل ايه؟ ما انا لسه ما خلصتش كلامي، انا لسه ما خلصتش كلامي، انت فهمت ايه؟ ما هي واضحة ايه، زي عين الشمس، احنا شباب زي بعضين يعني. انا دكتور وطالبني وفي يوم فرحك، يبقى انت عايز مني عشان تساعدك في لا 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 لا، انت كده فهمت غلط خالص. لا الحكاية كلها ان انا يعني جاي النهارده عشان اتفق على تفاصيل الجواز وكده. ايوه بس انا مش متعهد افراح. ما انا عارف انك مش متعهد افراح، وانا اللي طالبك، وباين من البلطو ان انت مش متعهد افراح، بس الحكايه كلها ان انا محتاجك معايا وانا بتقدم. بس انا برضو مش مأذون. ما انا عارف انك مش مأذون، بس الفكره كلها ان انا جاي النهارده اتقدم للبنت اللي انا بحبها، وانت مش متصور البنت اللي انا بحبها دي تفاصيلها عامله ازاي. ما تتوصفش، ما تتوصفش يعني، مؤدبه وبنت ناس محترمه ملاك، ومعايا ابويا اصله يعني راجل كبير وتعبان وممكن يخلص مني في اي لحظه، فانا عايزك بس عشان ايه ترسمهولي في القعده. فهمت، ماشي حاضر، هلصم لك الحاج لحد ما الجوازه تتم ان شاء الله. اشكرك. بس هو فين بقى الحاج؟ اتفضل. بابا دكتور يونس. بابا خلاص؟ اهدى بس اهدى. بابا خلاص؟ لا لا اهدى يا حاج. بابا بيتحرك اهو. يا بابا الحمد لله. طب بص، انا لازم اخش بسرعه دلوقتي عشان انا بحبها قوي وبابا ممكن يخلص مني. ايوه طب وانا شيله وتعالى. حاضر معايا يا حاج بقى، واحده واحده كده. يلا يا حاج. عدي عدي، انت خلصان خالص فعلا. اهلا وسهلا. يا مرحبا، انستونا وشرفتونا. ميرسي لحضرتك، انا بس حضرتك كيك كتير قوي، انا مش مدرسين. خبر وانا هعمله لعز منك. اصل انا كنت جايب تورته معايا بس نفسي اشوف. والله كتير، والله الحاجات دي كلها يا ام العروسه. والله تسلم يا حبيبي، ميرسي. منورنا يا ابو العروسه. حبيبي كامل كامل. ثانيه واحده، اللي جنبك دي العروسة؟ ايوه هي اللي مكسوفة دي. مكسوفة ايه؟ دي بتشقطني. بس بحبها، بحب جونها قوي. انت بقى كمال اخو كامل اللي كنت في الكويت. لا انا يونس اللي كنت في تونس. بفكرك تاني اهو. عشان الفكاشة وكده، عشان ممكن تفرط مني ومش عارف ألمها خالص. ماشي ماشي. طب أبو كامل هو اللي هيتعامل. يا جماعة يا جماعة، خشوا بقى في الموضوع. قول يا بابا. قال سمعته؟ طشوش. بس أنا هحلها، أنا هحل الموضوع ده. خد يا حاج افتح بقك. أيوه بس ابلعها كده واقعد بقى واهدى خالص كده، ويا ريت ما تتكلمش خالص لاخر القعده، عشان لو اتكلمت حالتك هتسوق. بقول لك كامل ايه، ابوك خلصان على الاخر مش هينفع يتكلم، فاتكلم انت عشان نخلص الجوازه دي، ولو ان هي مش محتاجه والله جوازه على فكره. اتكلم واهدى عشان هتبان بدلوقين. اهدى اهدى اهدى. اخش انت في الموضوع وخلصت الموضوع ان انا بحبها قوي. اهدى طيب. اهدى انا بحبها قوي، خش في الموضوع انت. طب اهدى طيب. اهدى ماشي خلاص، انا ماجي. ينفع تهدى عشان انت فرمت ايديها؟ انا مش معاك ومش بنلعب كيلو واميه فيه.